بعض مواطني قرية جباري قاسم قلنا اللي هي تابعة لبلدية سارقة إقليميا ولدائرة الملاح. إذن هذه المنطقة النائية المعول عليها من طرف السلطات الولائية، هذا بعد قرار رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون والذي يخص إعطاء الاعتبار وإعطاء لفتة خاصة للمناطق النائية، وهي ما يسميها رئيس الجمهورية بمناطق الظل الخاصة بالتعرف على مناطق الظل هنا بقرية جباري قاسم التي تعتبر أول محطة نسلط عليها الضوء. ايضا يحضر معنا السيد ابراهيم. نعم الاخ ابراهيم تسكن هنا في قريه جباري قاسم. نعم اذا اليوم شوفوا قريه جباري قاسم تحتاج لعده مشاريع تهيئه لاعاده النور. انت كمواطن قاطن هنا ماذا تقول؟ خاصه السقويله البزره نروح اول مشكل يعاني منها. نعم المشكل هو السقويله الجامع ما عندنا والو هنا. لا خاصه المشاريع بزاف يعني إضافة. كان قال السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي أنه استفدتم من مشروع إعادة إنارة مثلا، أخذنا استاد يعني تحركت الحاجة الحمد لله. يعني باش طالبوا مطلبكم الأول؟ الأول رانا نقولوا السقويلة البس مدرسة. نعم. بعد إن شاء الله. نعم إن شاء الله الطريق ثاني. نعم إن شاء الله شكرا لك. الله يسعدك. إذا أيضا معنا الحاجة، تعرف على اسمك؟ ليلى. بيع ليلى. نعم الحاجة أنت تسكني هنا في هذه القرية. وين ترى كي ساكنة؟ مرحبا بك الله يسعدنا. نعم إذا قولي لي وين ترى كي ساكنة هنا؟ هنا قريب 40 عام. قريب 40 عام الله يبارك. الحاجة حنا اليوم جينا نشوفوا قرية جباري قاسم كيفاش كانت وكيفاش كلت وكيفاش غادي تولي المشاريع اللي تستفاد منها. تقولي لي ربما الحاجة اللي زادت فيها. الحمد لله شفتيني هذا الضوء الحمد لله. واش راكم طالبين انتم هنا كسكان باش تقولي ربما؟ لا رانا طالبين السكان رانا تشوفي رانا ساكنين. هذا واحد هو. نعم قالوا بانه مدرسه ربما. قولي لي الحاجه. الحمد لله. نعم شكرا لك. نعم تسكن هنا؟ واه. واش خاصها ربما هذه القريه مثلا؟ واش كنداء تطلبوه من السلطات المحليه انه تنظر لكم؟ انا نطلب من السلطات الاسكانية اما مرايس بلدية قائم بالواجب. الحاجة اللي زادت هنا مثلا؟ درنا الملعب الصغار لاولادنا. تلعبوا فيه؟ رايت ويدي انا ايكول تاع القصر او درنا الطريق كي تشوفي ما كانش مزرعة فريق قاسم من نهار كي تخلى السيد سيدي احمد لطوموس ما شاء الله. اما احنا دروك حاجة شخصكم اليوم؟ نظر انا طالبوه في سكن. سكن ومدرسة. عندنا هنا لازم توفير عندنا الماء الضوء ولادنا يلعبوا حتى في الليل الضوء هذا في الليل ما تحملش عقلك ما ضام. الحمد لله بك ربي راس بلدي راه قوي. بالنسبه للنقل الثاني المتمدرسين راه كاين راه داير لهم نقل هنا هو ترونسبور داير لهم هنا يسكني انا بعد ان شاء الله يدار هنا في هذه البلاصه يوصل البر ليكول شي يعاود يجيبهم. زعما حنا الحاجه اللي خاصنا يسكني هذا ما نطالبوش. شكرا لك. اذا قرية جباري قاسم ربما منذ سنوات فارطة نقول، هل كانت بهذه النظرة وماذا تطالبون أكثر؟ لأنه ربما شفتوا رئيس الجمهورية قرر أنه يسلط الضوء ويعطي التفاتة خاصة لمناطق الظل وهي المناطق النائية. أنتم مطلبكم اليوم ترفعوا المطالب تاعكم. المطلب تاعنا خصنا طريق، خصنا الريفي ما هو الرئيس راه واقف معنا في بزاف صوالح. ما كانش سطات جاب سطات، ما كانش لوكا الله جاب، راه واقف معنا في بزاف صوالح، خصنا الريفي. خاصنا طريق. الطريق نعم. والمدرسة؟ مدرسة ثانية خاصنا مدرسة شوفوا بلاصتها وكاع. إن شاء الله مسكين خاصها تدعيم. خاصنا نزيدوا يعاونوا مع وحدة ما راه داير والو. نعم. كيف يعني؟ راه من بكري دايرة كيما هكا، من اللي دخل الرئيس هذا اللي دعوة تحركت شوية. مين ما كانش ما كان حتى واحد. في الفوطي شو يجروا وما يديروا والو. هو الرئيس هذا واقف معنا في بزاف صوالح. خرج جاب سطات جاب كارلاش. بغى يجيب لنا الريفيش ولا لا تدعيم. الناس تعاونها.